بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل أكلة سهلة جدا جدا وبسيطة ومتاخدش وقت في العمايل، يعني في التحضير. احنا هنعمل النهاردة كبد وقوانص بتاعت الفراخ. تمام، معايا كبدة غسلتها كويس جدا بالخل والليمون وشطفتها، ودي القوانص كمان ومقطعها حتت صغيرة جدا، ومعايا بصل ومعايا فلفل اخضر ومعايا طماطم ومعايا ثوم مفروم. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. متاخدش حاجة خالص وسهلة جدا وبتكون لذيذة وبتنفع في الزنقة يعني. يلا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله، دلوقتي هنزل بالبصل كله كده، هشوحه مش هحمره، هو يا دوبك يدبل. تبقى أكلة سهلة وسريعة وكويسة جدا، بس أهم حاجة فيها إنك تغسلي الكبدة والقوانص كويس جدا. طبعا الكبدة بيبقى فيه قلب صغير كده، طبعا بتشقيه بالسكينة وبتنضفيه كويس، وهو مفيد جدا ومغذي. ندبل البصلة مع بعض، دلوقتي بعد البصل ما دبلت بس هنزل بالثوم بالظبط كده يدبل برضو، له ريحة حلوة، ريحته تطلع بس كده. وهنزل بالايه، بالقوانص الاول، لان القوانص بتبقى شديدة كده عصية، بتاخد وقت في السوا شوية. انا تملي بقول ان الاكلة اللي فيها الوان كتير بيبقى فيها غذاء وفوايد كتير، ثوم وبصل وفلفل وقوطة وكبد وقوانص، يعني ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. تبقى برضو دلوقتي هنزل بالقوانص لانها بتاخد وقت، بتاخد سوا. بسم الله اللهم بارك. بصوا مقطعه صغنطه ازاي عشان ايه تستوي بسهوله. هشوحها برضو، هشوحها شوية حلوين كده قبل ما احط الكبدة عشان متاخدش سوا او الكبدة تتهري وهي تفضل نية، فلا احطها كده الاول لوحدها احسن. طبعا هي متقطعة صغير جدا، وطبعا كانت شطها طبعا بالخل، فالخل كمان بيساعد على السوا. شوحتيها شوية كتار وبعدين انزل بالفلفل، الريحة روعة من قبل ما احط الفلفل والطماطم، جربوها كده هتحبوها كتير. دلوقتي بعد ما تشوحت كويس جدا، بصوا تشوفيها تقولي استوت، بس هي طبعا لسه ما استوتش ولا حاجة. هنزل بالكبدة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله، الريحة جنان جنان جنان، عارفة كده ما تبقي معدية من على عربية كبدة كده ولا محل بتاع الشندوتشات ده، الريحة روعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله. بس كده نشوح فيها برضو، حلوة قوي. قبل ما انزل بالطماطم والفلفل، دول بيبقوا في الاخر خالص.
وممكن تغطيها لو حابه، يا اما تقعدي تشوحي فيها طول الوقت زي كده. طبعا الملح والتوابل مش دلوقتي، شويه. يا عشان الكبده ما تفريش، هي الكبده اصلا ممكن تستوي كده على البخار على الصهر، فمش بتحتاج سوا كتير. الريحه ما شاء الله روعه. بسم الله. بصوا الكبده استوت ازاي، ما بتاخدش هفوه. بصوا ما شاء الله. هننزل بالملح ده والتوابل، طبعا الملح لازم في الاخر والتوابل والكلام ده علشان التوابل ما تمررش. بسم الله ما شاء الله. بصوا طبعا على حسب الرغبه، التوابل ما تمررش معاكي والملح ما الحاجه تستوي، بالذات القوانص. نحط بهارات، فلفل اسمر طبعا لازم، كمون بيدي ريحه حلوه، هنقلب اكله كده ما شاء الله. تجيبي بقى فينو تحشي، تجيبي عيش عادي طري كده او عيش مفقع اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيبقى عامل زي المحمص ده، وتاكلي جنبها مخلل، جنبها طماطم، ممكن تعملي جنبها مكرونه. هنزل كده بقى بالايه، بالفلفل. يا سلام يا سلام على الالوان، الريحه جميل. ممكن تعملي جنبها مكرونه محمره تاكليها بيها، من لو ما فيش عيش او مش حابه العيش ممكن مكرونه بطماطم برضو. يلا خدي فكره وتضيفي بكره. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام كده، هنزل بالطماطم. طبعا الطماطم هي هتنزل ميه، عايزه تقللي في الطماطم لو حابه تمام، بس انا بحب اللون ما يبقاش غامق، يعني يبقى فيه الطماطم بتفتحها كده تخليها فرحه كده. اشوح فيها بقى كده واغطيها علشان كله الفلفل والطماطم تدبل كده معاها. انا عندي ممكن اديها شقشق ميه بس كده واغطيها، مفيش دقيقتين كده ودوبك تغلي واطفى عليها عشان بس القوانص، لو عاصية شوية او لسه ناشفة شوية تكون استوت. تمام. بسم الله. وكده خلاص خلصنا الكبد والقوانص. ما شاء الله الريحة جنان. تاكليها كده بقى بالفين، وتعملي شندوتشات او بالعيش او بالمكرونة زي ما تحبي. بصي الشكل والريحة ايه، والله يعني المفروض يعملوا موبايل بريحة طلع لكم الريحة. فجربيها كده ومش هتندمي، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة، ما تحرمش منكم يا رب. يلا باي باي.